لازم نتعب عشان نرتاح. احنا مش عايزين نكون زي استغفر الله ان شاء الله يا رب مش احنا ولا انتم قولوا امين اللي اهل النار بيحاجوا فيه، يقول لك احنا كنا مترفين في الاهل ودول كانوا ايه؟ كانوا مشفقين، والتانيين كانوا ايه؟ مترفين. ليه مترفين؟ راح. ما انت هترتاح في الدنيا هتتعب في الاخر، هتتعب في الدنيا هترتاح في الاخر، والله هتتعب في الدنيا هترتاح دنيا واخره. يعني اصل ربك عدل، لازم يذيقك حلاوه تعبك في الدنيا قبل الاخره. ربنا عدل على فكره وكريم ورحيم. المهم بتحدد، عشان احدد بتقول لك انا ما بعرفش اعمل الكلام. مين ما بيعرفش يكتب هدف بصفاته؟ الهدف له صفات. ما انت ما رفعتيش ايدك وهسالكوا حلوين، يحدد او يكتب هدف بصفاته. 1 2 3 4 حلو جميل. الهدف له صفات. صفات الهدف ان يكون، يعني هي كلمه اسمها سمارت، اس ام اي ار تي. شوف كلمه اسمها سمارت، اي هدف لازم يكون سبيسيفيك محدد. ما ينفعش كده، يعني انا عايز في خلال سنه من بدء الاول الشهر دوت اكون حققت مثلا المهاره الفلانيه، محدد. مش انا عايزه ابقى ناجح وغني وكلام عام ولا نفهم منه اي حاجه، لكن احدد انا عايز اكتسب المهاره الفلانيه، انا عايز اعرف اتقن مثلا لحد بيبير او جي. كلكم بتتكلموا تركي ولا حابه خلصين يعني مستويات؟ ماشي. عايز اخلص مثلا واخد مثلا التون مثلا او الليسننج مثلا بتاع اي هدف انت عايز، او انا عايز اخد برمجه، او انا عايز اخد حاجه في الانيميشن مثلا ولا الفوتوشوب ولا ايا كان. شوف انت عايز ايه، تحدده باليوم وبالساعه. قدام بوظنا لك الساعه. اول حاجه محدد، ما يبقاش عام، مخك ما بيفهمش العام. عشان كده بتحصل مشاكل على فكره، حته بس كده اللي بعد الجواز تيجي للزوجه تقول لك انت ما بتكلمنيش وانت مش عارفه بتعمل ايه وانت كرهتني وبقيتش تحبني. كلام عام، مخك مش فاهم هي بتقول ايه، مش مستوعب. لكن هي لو حددت لك انا عايزاك من الساعة 3 ل 3 وربع كل يوم تكلمني على الواتس وتقولي بحبك بحبك بحب كده، يعني ده محدد. مخك يفهم كده لكن كلام عام المخ ما بيفهموش. طيب مش جبر، يعني قابل للايه؟ للقياس، ينفع ان انا اقيسه. فبعد الشهر إيه انا اتعلمت قد ايه؟ انا اتعلمت بس ان انا احرك الفوتوشوب واحط اللون واعمل بس ايه تحديد. لا انا ان شاء الله هيبقى بعد الشهر ده هكون فعلا بعرف اعمل اعلان كده، او ان انا مثلا بعرف اعمل المتحرك او 3 دي مثلا. بيقعدوا كتير جدا 3 دي، يقعد ما اعرفش يعمل عشان الطياره وجناحها وبعدين السنة كتير جدا، عشان مثلا فيديو دقيقة يكونوا شغالين فيه بتاع حوالي أسبوع قبليها. المهم يكون قابل للقياس. من ضمن الحاجات أنا حاطط هدف مثلا إن أنا أنصر أمتي. عام ولا محدد الكلام ده؟ أعمل إيه يعني؟ أنصرها إزاي؟ ها؟ نعم؟ مجال حقوقي. هنعمل مؤسسة، إعلامي، هنعمل منصة، ودلوقتي ما أسهل وجود المنصات وتوثيقها وأطلع أتكلم بيها ككتلة أو موطة. هعمل الفيديوهات اللي هي مثلا زي عندنا مثلا كان عملوا برنامج تطبيق كده ونزلوه عن الأندرويد والآيفون، تتك عليه تعرف كلام بيبقى بيضحك زي شباب كلام الشباب والناس الأمامير دول، وبعدين يخش منه على مستهدف. انت في فرحك بتعمل كذا غلط، انت في حياتك مع بر الوالدين بتعمل كذا غلط، بس بطريقة لطيفة وظريفة بحيث ان انا ناوي اعمل وانشر القضية، ناوي اعمل مثلا فيلم وثائقي ايا كان، مجال حقوقي، مجال اعلامي، مجال لا ناوي ادعم. انا اعرف من الناس الخيرين اللي ينفع يدعموا القضية بطريق مباشر او غير مباشر. انت ناوي تعمل ايه؟ لازم يكون محدد، لكن انصر دي كلمه عامه. طيب اتشيفابل، اه
يتحقق. قبل ان انا ينفع انه يتحقق، مش حاجة وهم كده في البتاع وقاعد. ثلاث عصافير على الشجرة قرروا ايه؟ اتنين منهم قرروا يطيروا على الشجرة التانية، كم عصفور هيتبقى على الشجرة دي؟ ايه؟ كل الثلاث. الله يفتح عليك، الله يغفر لمحمد، ان شاء الله باذن الله يا اخ سليم يعني لكم ان شاء والله. ايه الشنطة انا اللي نسيتها، ان شاء الله انا ابعت لكم الهدايا دي باساميكم. اه التلاتة فضلوا ليه؟ اصل هو هما قرروا بس ايه؟ ما نفذوش، هيفضل محلك سر، ما نفذش. فانا لما اقول حاجه عايزه احققها ابتدي وتبقى فعلا قابله للتحقيق. وليها التحقيق ده له وسائل. انا احقق الامر ده ازاي؟ انا عندي دوره، انا عندي حد ممكن يساعدني. لا انا اعرف رجال اعمال كانوا عاملين امر فلاني في البلد الفلانيه، فاحنا ممكن نقيس التجربه علينا. اروح وسائل. ولما قلت لكم نعمل عصف بس لمده 10 دقائق، ايوه كده زي ما بخبط دماغي كده، هتجيب ولا هتبص هتعصر دماغك 100 فكره نازله. المهم الوسائل بتاعت التحقيق عامله ازاي. الهدف الكبير احوله لمهمه، والمهمه احولها لنشاط، المهمه تبقى شهري، النشاط يبقى اسبوعي او يومي، وبعد كده يبقى ينفع ان انا احقق. لكن سايب كده ما ينفعش. اخر حاجه ان هي تايم، اللي هي بتبقى محددة بزمن معين، يعني لازم احط لها زمن. لكن حطيتها كده بدون زمن وبدون سايبها مثلا، ده هتبقى سنة سنتين ثلاثة او منين بقى ما ربنا يعطرنا في اي حد. غلط غلط. ليه؟ الحاجة اللي ما بتبقاش مزمنة بتبقى ممطوطة. زي ما اقول لك كده، عارفين نفسكم مثلا وقت ليلة الامتحان بتعمل ايه؟ ممكن مثلا تخلص لك بتاع 200 صفحة مثلا في ساعة. المهم يا جماعة الأسئلة مال كده، عشان ايه؟ انت عارف ان قدامك زمن معين، لو ما حصلتش خلاص راحت الدنيا. لكن لو ممطوط، يا عم السنة طويلة بقى، بكرة بعد، يعني ربنا يسهل. فممطوط، طول ما المهمة بتبقى ممدودة وممطوطة ما بتنجز. لكن لازم تبقى ايه؟ محددة بزمن معين. حرف الار ايش كان؟ ار. اه نسيت الار ايه؟ اه والله نسيت. لكن انا نفسي نطلع من 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 كلامنا النهاردة بكذا حاجة. اول حاجة انك انت تبقى عارف انت عايز ايه، ومحدد وشايف هدفك انت عايز ايه. رقم اتنين، شغال على كذا جانب مع نفسك، جانب الروحي، جانب الثقافي، جانب الاجتماعي. تعرف تتكلم ولا انت بتتكلم على الشات بس؟ يعني على الشات تبص ليهم متحدثين يا براعة غير عادية صراحة، والقمشينات راحة وداخلة، والقرد اللي عامل كده وبتاع، يعني حاجات تحفة كده. وبعدين تيجي في الأرض الواقع، ليه يا ابني كده؟ يا عم انت راجل. يقول لك مش لا 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 لا، كأن وسائل السوشيال خلتنا يعني صراحه زي الروبوتات. لازم تعرف تتكلم، وما تبقى في مجتمع بتقول وتبتدي الحديث وتعرف تدير موضوع. فين المهارات الاجتماعيه بتاعتك؟ وفين التواصل؟ فين علاقاتك؟ في عندي نجم، في النجم الاوحد ده ضارب، يعني عنده الايجو والكلام ده، انا بس واللي حواليا، يعني انا الطاووس والباقي فراخ يعني لا. وفي النجم القدوة المجمع، هو نجم، هو مدير وبيعرف يدير البتاع، بس مش لوحده، هو والفريق. ده بإيه؟ بالعلاقات. بعرف أثر في الآخرين. في قائد اجتماعي وفي قائد إداري. قائد إداري بتاع أوامر بحت، تك 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 كذا، قعدوا بقى مع المفكر يقتلوا بعض. ما يعرفوش يعيشوا مع بعض. هات لك مدير كده بصري وقيادي ومعاه مدير تاني ولا تحت، ما يعرفوش يعيشوا. واحد بتاع أوامر بحت، واحد بتاع مفكر، والتاني بتاع إيموشن بقى. فتبص تلاقي ما ينفعوش معاه. لكن في الشخصية ينفع تجمع التلاتة. أه مستي كراجل، أنتوا رجالة في عيني، مستي كراجل نجاحي في خيركم من خلط الناس وصبر على اذاهم، ده اللي عنده مهارات اجتماعيه. يعني يعمل عليا ده انا مش عارف اعمل في ايه واسوي فيه واقف عن خلي اللي قدامك يلتزم حده في الادب معاك، بالذوق وبالطريقه،
مش شرط بال. انا اعرف اخلي اللي قدام نحترم بعض ونعمل بعض، لكن تيجي تتعدى عليا او كذا ومعديني او تلطشني قلم ولا شلو، لا لا لا، يبقى لك كده قيمه. مش بقول لك اعمل لك، لا لا لا، بس في حدود اللي قدامك يعرف. مع جانب الاخوه اللي احنا اللي بينا يعني إيثار وحب، واللي عندي عندك وكده. وانا دايما بشوف في الشباب صراحه بفرح جدا جدا، دايما بلاقي الشباب روح اللي ما بينهم تعاون. يا عم تعالى، ده انا جايه الاسئله بتاعت مش عارفه ماده دي، تعالى خد، تعالى مش عارفه ايه كده. حلو حلو الروح الجميله دي، لكن النفسنه والحاجات دي مش من صفات الرجال على فكره. عندك جانب اقتصادي زي ما قلت لك، جانب اقتصادي بتعرف تعمل حاجه، عندك مهنه، عندك مهاره في ايدك، وده شيء يعني صراحه انا يعني اما ابقى في وسط مجموعه شباب ولا رجال، لو واحد فيهم عارف يقفل شنطه سفر ولا، وبعدين يقفوا عليها ويتنطش عليها غير مش عارف يدير شنطه، وواحد مش عارف يركب اللمبه وينادي الراجل التعميرجي بتاع السيتا اللي هو فيه، او مش عارفه يعني. مش احنا على فكره، ممكن يكون ناس تانية، لكن مش انتوا. انا عايزاك تتحط في مكان تبقى انت، بص مش عايزه اقول الشمعه، الشمعه دي بتحترق، انت نور المكان. معروف محمد في مكان، محمد ده جه خلاص احنا كده قلبنا على قلبنا مراه. وكتير جدا ويسالوا النساء العواجيز اللي زي خليكوا هاله كده، ما يبقى مثلا في مشوار ولا في حاجه ولا في مؤتمر ولا في يوم مثلا مجمعين في ناس جايه من بره والهنا، هيصه كبيره، هيصه كبيره، وناس فلان موجود، خلاص خلاص احنا كده مرتاحين. ليه؟ عارفين انه هيشيل. لازم تبقى كده حد يعرف يعتمد عليك، علشانك وعلشان امتك وعشان نفسك قبل اي حد على فكره، علشان نفسك وعلشان الرعيه اللي هتبقى معاك. اخر جانب، الجانب الرياضي والصحي. بنعرف طبعا ما شاء الله احنا يعني يعني عن نفسي مثلا في مصر يعني العربيه تيجي من هنا لهنا، العربيه بتسافر من هنا خلاص، لا بنمشي ولا فيش الكلام، لكن هنا بقى انت طالع مطلع يعني شو انت طالع مطلع الشارع، العربيه بتبقى واقفه كده في المطلع ده، ونلاقي الناس كبار في السن وشايلين الشنط وظهرهم مستغرب، وانت طالع مفستك مفستك ونفسك رايح ومش قادر تطلع ولسه شاب. انت محتاج انك تشتغل على نفسك وعلى صحتك. ما بقولكش اعمل سكس باكس وتراي والباي وبتاع، مع ان ده شيء طيب على فكره، يعني ده شيء تحفه جدا، لكن لازم تكون قوي الجسد. المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلهم خير، ولكن لما تبقى قوي. يعني مش عايز انهي كلامي الا لما نبقى طالعين بشويه اتفاقات. حلو، قعدنا وسمعنا والحمد لله يعني فرحانين وضحكنا، لكن هتطلع تعمل ايه؟ ده كل واحد مع نفسه يكتب في النوت النهارده دلوقتي، انا عندي هدف شايفه في المستقبل اسمه كذا،